الحلا العكس معي. اخذي وخلي عاد حبيبتي شنباتي عندك ما يسوون هي ريال بيت واخري يلا اذا انتم تعبرون تسكتون ما اعبر فتش يعني فتش يا رشا شنو بتقولين لها يعني بالتهاوشين وياها بتقول لك تخربات وذا اي خل تقول بالطقاق انا ما همتني شوفي اهم شيء انا ادش اكسر عينها قدامهم بس تهبل انزين لان ادوني امنا وامنا مسوي لها علوبه لامتها فتش 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 وخرب لا خالتي متخربطة بدال لا تحط لنا الكزبرة حطت اللوم سحاري عشان كذي البيت طلع مو حلو عبلو صدق متخربطة وخر عني مو وقتك الحين يا رشوت أنا أعرف تحطي عنك بيني إذا متخربطة ولا شيء ثاني وريني شوف وخر أنت الثاني بعد يا جماعة جل من لا يسهو ترى هي بشر عادي تخربط يمه عرفتك أنا عرفتك الواي مال وحنا يا هال تعال اوديك الفرع تشتري برد بوعلج والقى نفسي بالمستوصف وابره سيستر حميده هالطول بفخذي صح؟ اقعد صج 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 بدعتي خوش سلطه عجيبه يما عجيبه يا بنات من وين طالبين السلطه هذه عشان يمعتنا الاحد الجاي نطلبها حق الرجيم هذه انا مسويتها خالتي كنا ملح ناقص مو وايد والخس ذابل وماكو خل ولاكو ليمون والطماط زفر وبعدين الناس ما تحط بصل احمر البصل الابيض وايد انطع مكعبات بديان انا عاده احط مشروم فريش ما احط مشروم قواطي وشويه دبس رمان والله اي فصاخه سلطتي مو لي اتوقع بس المعون يعجب معونك وايد صغير انت شنو طارتها من الاوادم انت عطيني الخلطه هذه وانا اسويها عادي يعني الله يرضى صافين بالقياس ثلاثتنا ناطرين خالتي توافق على بدلنا اي مو خالتي هي اللي بتدفع لازم قفشه مذله مع 3000 دينار اللي بتنقهم كان زين تعجبها بدلتي ملينا من الفراره واي خالتي تبطل كبد كل شغلها بالغبا ما تدري ايش تسوي كلها من تحت لتحت وانت وياها فيك خير غبوا عنها شيء تايبينج حلفي اي والله الله يستر امتلج مغمجج مقصرج صبايا المدام عبلة لما اجت لهون اختارت 3 فساتين هوت كوتيور وانا حطيتهم على جنب وهلا حاكتني اذا حابين تقيسوهم عدل مختارة وخالصة الله يحلل خالتي قماشة وسواتها بجناينها عن خالتي بس اهلا وسهلا رشا هلا يبارك بعمرك حبيبتي صايره هو لبشعرك شهد تسريح عفو عليك احنا كبرنا مو مال هالسوالف اهلا كبرنا بفهم ليش عبالها انا وياها نفس العمر ليش جامعتني بنا المتكلمين اهلا وسهلا هلين هلا والله يبارك بعمرك حبيبتي اقول لك لا تدققين عرس ولدها بتدققين عاد اخذي وخلي ما احنا خالصين لبنى هلين هاي شنو هذا؟ بسم الله عليك عيني باردة عليك كنش طالعة من مجلة يا بخت زهير الليلة نوفو وين خاشة هذا كله؟ شنو هالجمال؟ يا بخته معن يا بخته حبيبتي خالتي انت اللي طالعت عقدين والله بسم الله عليك بسم الله عليكم تعالوا تعالوا خليني أقرأ عليكم أم جمال أعيزت وهي تخوزر فيكم يعني باردة عليكم بسم الله عليكم أنت ما عليك خوف حبيبتي مع هالتسريحة ما حد ينضلك اليوم أهلاً أهلاً والله عاد خالتي التسريحة أنا وايد عاجبتني اللي نقيتي لي إياها هذه مالت عيايز الله 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 شفيك 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 حبيبتي قايلت لك إحنا 9 سنتي ما يناسبنا ظهورنا ما تتحمل أنت وين والكعب وين ردت تجمعتني معاها والله شبعت ما فيني شو شبعت ما شبعت ما أكلت شي كرمالي عشانك بس ابن عمي شو بنت عمي وح يا شين شي ما شابهها هلا انت وحدكم باب سوق المعلم ما تشمون باب الحارة يما النوس شفيك حبيبي ليش بي قايلة حق بريرة انك تعبانة وسخن شفيك يما عسى ما شر بريرة قالت لي ما احس عظامي متكسرة
ايش دعوة خالتي؟ شو تظول؟ ما في شيء. يما وجهك اشهب وبراط مقطلسه ليش؟ اشوف؟ يما يما وليدي شاب ضو، ليش ساكت على عمرك يا بعد عيني؟ طول عمرك صبور وساكت ما تنطق، ليش؟ قوم قوم امي دارك بفراشك نام يا بعد عمري، ليش قاعد على القنفه كذي متكسر؟ هو دهنك بالفكس قبل لا تنزل البروده على صدرك يا حبيبي. شوي شوي شكلك متأذي وتعبان وايد يا حبيبي انت. ها صبوده يا مبوده، ايش دعوه خالتي؟ ايش هالتظهول؟ توني قايسه حرارته 36.7، كان الجهاز قدامك وعلى الجهاز بتشذب. ميزان الحراره حق الخملات اللي مثلك. ولدي حرارته داخليه، انا اعرف الحراره متى تطلع ومتى تنزل. يا بعد عمري ولا انت ايش عرفك؟ خو لا تعبتي لا حملتي لا شقيتي، ياك دكتور جاهز بارده مبرده. انوس ايش فيك؟ اديت الفراش كله وما لقيت تنام الا عند خصوصي. اذا مستضيجي وراح ينامي بالقنفه، راح ينامي بالصاله، انا بنام عند ولدي. خالتي؟ اي خالتك، ادري فيك عوبه بتخمدين وتهدينه. عايز وهو يكح ما قلتي له سلامات. وصيتك على المنبه انك تشيكين على حرارته كل شوي، صكيتي المنبه ولفيتي راسك ونمتي. تبيني اهيت ولدي عندك؟ شلون اهيته؟ والله لو هي صخله ما هيتها. قومي قومي نامي بالصاله، ايش كبرك ضيج وعيج، قومي روحي نامي هناك.